ليش أمير اختارك من بين كل الناس اللي بيعرفهم لحتى يجي يتخبى عندك؟ أمير صاحبه صاحب ورفيق للعظم. من كم سنة يا إنسان كنت اشتغل عند مكنسيان بورشة كبيرة، وهالورشة طبعا كانت للتغطية على سرقة السيارات وبيع قطع، وكانت أول مرة بحياتي بتعرف على أبو رضا. الشباب اللي أخذوا منه المصاري كانوا ناطرين بسيارة برات الورشة. يعني فرض بايعوا سيارة وساوى حادث فيها على بعد 20 متر، بدل له إياها؟ أبو رضا أنت معدل تعرف الأصول، مشان جيتك رح أعطيه 100,000 ورقة تعويض. 100,000 ورقة قلت لي؟ كرمالك الله يشهد، هو ما له عندي شيء. جنوبي ليكو الحج، إذا ما تغير كلامك رح أجيبه لهومة الخروف واللي طعمك الحج لامسح فيك الأرض وربيك قدام صبيانك.